الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الحب في الله. إن رب العزة سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. والحب الإلهي من سمات المتقين والصالحين والعارفين بالله، وله ثمرته. إن صاحبه يستشعر حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان ليست شيئا ماديا يتذوقه بحواسه، بل يرى راحة وسعادة وهناءة يستشعر بها وجدانه وقلبه وجميع أحاسيسه. حلاوة الإيمان، متعة الإيمان لا تعادلها متعة في الوجود، لدرجة أن أحد العارفين قال: لو عرفها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لأن حلاوة الإيمان تغمر النفس رضا وسعادة وهناءة وراحة ويقينا واطمئنانا واستقرارا. حلاوة الإيمان تتجلى لأصحاب الصفات الآتية، بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن تكون محبتك لله ولرسول الله أعلى من كل شيء في الوجود. وهذا في الحقيقة من واقع الإيمان والتقوى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، بل يؤكد على أن الذي لا يحب الله ولا الرسول ولا الجهاد في سبيله يصبح من الفاسقين والعياذ بالله، يصبح بعيدا عن روح الإيمان، بل له وعيد شديد جاء في القرآن الكريم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي إذا كانت هذه الأمور
أحب إليكم فلكم الوعيد الشديد. ومحبة الله تعالى تتجلى في اتباع رسوله وطاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. ليست ادعاء ولا كلاما ولا عاطفة فجة، بل سلوك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لابد من الاتباع والطاعة، لكن تدعي هذه المحبة دون عمل، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فتتجلى محبة الله تعالى لدى كثير من أهل الله. عمر بن الفرد وهو يصف الذات العلية يقولون لي صفها، فأنت بوصفها خبير، أجل عندي بأوصافها علم، صفاء ولا ماء، ولطف ولا هوى، ونور ولا نار، وروح ولا جسم، تقدم كل الكائنات حديثها قديما، ولا شكل هناك ولا رسم، وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم. تجلت محبة الله لدى رابعة العدوية وهي تعلن عن محبتها لله وأنها تحب ربها حبا هو أهل له، وآخر هو حب الهوى بأن لا تنشغل بأي شيء سوى خالقها سبحانه وتعالى. فتقول أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الفضل في ذا وذاك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، لأن محبة الرسول عنصر من عناصر الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين. وتجلت لدى سلفنا محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم لما أسر في إحدى الغزوات وصلب على جذع نخلة وقيل له تظل هكذا أو تكفر بمحمد أو أن تسلم محمدا مكانك، فقال لهم: والله الذي لا إله إلا هو لأن أقتل في هذا المكان أحب إلي من أن يصاب محمد برعاف في أنفه. فيقول شاعرهم: أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، ما سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. بعد محبة الله ورسوله محبة الإنسان لأخيه الإنسان أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والله يحب من عباده أن يتحابوا وأن يتوادوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر المتحابين ويقول: إن أحدا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجة، يعني أوقف على طريقه ملكا في صورة رجل، قال له: إلى أين؟ قال: إلى هذه القرية. لماذا؟ لأزور أخا لي في الله. قال: هل عليك من نعمة، هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل أنت ذاهب من أجل مصلحة بينك وبينه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فأنا ملك من قبل الله أرسلني الله إليك لأبشرك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. انظروا
كيف يكافئ رب العزة سبحانه وتعالى المتحابين بجلاله إذا كان يوم القيامة أن هذا مناد من قبل الحق؟ أين المتحابون في؟ أين المتجالسون في؟ أين المتزاورون في؟ اليوم أظلهم بظلي واليوم لا ظل إلا ظلي. وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. قيل: يا رسول الله، من هم وما علامتهم لعلنا نحبهم ونقتدي بهم؟ فقال: قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمرتبة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والثالثة وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تصبح محبته لدينه وتمسكه بدينه أقوى من أي شيء في الوجود. وكان هذا متمثلا في بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا يأخذونه ويجرونه في الصحراء ويلقون على صدره الصخرة المحماة، ويقول له القائل: تظل هكذا أو تكفر بمحمد؟ فما كان جوابه لهم إلا أن قال: أحد 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 أحد. وكأن هذا الإيمان القوي والحب لهذا الدين فاق كل شيء، حتى الأذى والاضطهاد والتعذيب كان يراه متعة، يستعذب الأذى في سبيل دينه، فلا يقبل أن يخرج منه، بل كان يقول: أحد أحد، متمسكا بدينه. فهذه السمات الثلاثة التي تكلم عنها الحديث توضح لنا أنه من حصل عليها حصل على حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم اجعلنا من المتحابين، واحشرنا معهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي. فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على الهاشمي المطالبي، مزكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي، مزكي النسبي من وصفه في